الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام في مصر والوطن العربي، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هي دي مصر، وإطلالة جديدة لبرنامج هي دي مصر وفقرة همسات مواطن. بداية، تنعي أسرة برنامج هي دي مصر الشعب المصري والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهداء الوطن نتيجة للعمل الإرهابي الدنيء والخسيس الذي حدث في بئر العبد، ونناشد طبعا الشعب المصري في مواساة طبعا كل المصريين في وفاة الشهداء نتيجة الإرهاب الخسيس. ولكن يقظت الداخلية وأجهزة المعلومات والأمن الوطني والمخابرات كانت لهم بالمرصاد في إفساد كل مخططات الدولة ومحاولة زريعة الفتنة والوقيعة بين نسيج الوطن الواحد المسيحيين والمسلمين، أو كما يروق لي مجهول النطفة. ومعنى كلمة مجهول النطفة بالنسبة يعني لجماعة الإخوان الإرهابية، أي ليس لهم دين، ليس لهم وطن، يعني خيانة بكل المقاييس للإرهاب الدنيء والخسيس في مصر. بداية مع فقرة همسات مواطن، وأحب أن أنا أبدأ يعني بخبر لجموع الشعب المصري. الخبر ده يعني أسعد يعني كثير طبعا من المصريين، والخبر ده بيقول: الصحة حقنا أول مريض فيروس كورونا ببلازما المتعافين والنتائج إيجابية. أكدت وزارة الصحة على حقن أول مريض بفيروس كورونا ببلازما أحد المتعافين من الفيروس، مشيرة إلى أن النتائج كانت إيجابية بعد 48 ساعة. وقالت الوزارة خلال تصريحات تلفزيونية أنه تم استخلاص البلازما من 6 متعافين والنتائج أثبتت فاعلية 3 منهم، مضيفا أنه فور التأكد من فاعلية البلازما سيتم التوسع في استخدامها كعلاج، وحينها سندعو كل المتعافين للتبرع بالبلازما لمساعدة المرضى ذوي الحالات الحرجة. اسمحوا لي أن أنا أرحب طبعا بضيفي الكريم والعزيز النائب السابق والبرلماني الأستاذ محمود جاد سليم، وصاحب شركة النيل للمقاولات العامة. أهلا وسهلا فندم. أهلا وسهلا بك يا فندم، تحياتي لك. تحياتي. في الحقيقة يعني أنا عايز أسأل حضرتك بس يعني ما رأيك فيما يحدث من الأعمال الإرهابية يعني في مصر، وخاصة يعني في شهر رمضان المبارك، يعني ما رأيك في الإرهاب واللي حصل في مصر؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي لكل الشعب المصري والسيد الرئيس والقوات المسلحة، وتحية لأم الشهيد. بالنسبة للإرهاب يا معالي المستشار، مش من النهاردة، تمام، هم من سنين في البلد ومن سنين تغلغلوا في البلد، تمام، خدت بالك. وجات الأيام الأخيرة دي شفنا الوجه الكريه بتاع الإخوان ليهم ظهر، فهذا الوجه الكريه ظهر. لكن كانت الأول الناس متعاطفة ويقول لك إنهم دول أهل الدين، هم لا يعرفوا دين ولا يعرفوا أي شيء طبعا. فدايما التاريخ حكى عن الناس دول في مسار الحياة بتاعتهم الأخرانية أو اللي هي في الآخر أو البداية دي، فكانوا هم ناس بيفسروا موضوع بيفسروا موضوع الدين بطريقتهم هم، يعني بيدخلوا الدين في السياسة. الله ينور عليك. فأنا أتمنى من الله، ودي نصيحة من أخ لأبنائي وهم شباب مصر إذا كانوا مسيحيين أو مسلمين، أن يتحدوا مع السيد الرئيس ومع القوات المسلحة ومع الشرطة حتى ننتهي من الوجه الكريه طبعا باسم الإخوان طبعا. في الحقيقة احنا يعني في يوم 9 من رمضان نحب طبعا ان احنا نشيد طبعا بذكرى انتصارات العاشر من رمضان ودور القوات المسلحة والملحمة الكبرى اللي قام بها طبعا الجيش المصري. وهناك طبعا أقوال عديدة طبعا للجيش المصري من أقوال القائد الأعلى للقوات المسلحة: لقد كنتم وما زلتم في الطليعة دائما. ومن أقوال القائد الأعلى أيضا للقوات المسلحة: إن رجال القوات المسلحة هم درع الوطن وسيفه. بمناسبة طبعا المناسبة طبعا الكريمة ديت، تحب معالي الأستاذ محمود جاد توجه إيه للشعب المصري بالمناسبة بتاعت العاشر من رمضان؟ أولا ده حاجة خدت بالك مشرفة للشعب المصري جميعا، وأقول لهم كل سنة وهم طيبين، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يجعل هذه البلد في أمان وفي سلام. وأتمنى من الله عز وجل أن يوفق قواتنا ويثبت أبنائنا في سيناء، تمام، حتى ننتصر، تمام، على العدو، تمام،
ومهما يعملوا مش هيعملوا أي شيء، ودي مصر كبيرة. حتى الدول اللي هي بتدعم الإرهاب، شوف حاليا إحنا يعني ربنا سبحانه وتعالى يعني رسالة عاوز أوصلها للدول اللي هي بتدعم الإرهاب. تمام. استاذنك بس معلش استاذ محمود، معانا مداخله من استاذ اسلام اسكندريه. اتفضل استاذ اسلام. الو، السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. والله يا استاذ اسعد انا برحب بحضرتك وبرحب بالبرنامج بتاع هي دي مصر. الله يخليك يا فندم. وبطلب من حضرتك يعني رساله يعني انسانيه وقانونيه من حضرتك لحل المشكله بتاعتي. قول يا باشا اتفضل. قول رساله. دلوقتي انا متهدد دلوقتي يا فندم، انا وابني 4 سنين مش يعني قاعد في بيتي، مش عارف اطلع من بيتي، متهدد من ناس هي عايزين يخطفوا الولد. تمام. يعني فجم اتهجموا عليا 3-4 مرات في الشارع، في ناس عرفتهم في الشارع. تمام. قالوا لي في واحد اسمه خدى شوقي من حته 62 من سيدي بشر 62. تمام. وعيل اسمه الفلسطيني بيحاولوا يخطفوا الولد يا فندم. والله العظيم ثلاثه انا ما عارف اطلع من باب الشقه، مش عارف اطلع، دجراني هم اللي بيجيبوا لي الاكل، باخد الاكل منهم من الشراعه. تمام. يعني مش عارف اتحرك يا فندم، يعني حتى الداخليه انا اروح بعمل محضر يا فندم، بيوصلوا لهم بالليل ان انا بعمل محضر. يعني تمام. انا مش عارف اروح فين واعمل ايه. طب يا فندم يا استاذ اسلام، بس استاذن حضرتك طبعا، نناشد طبعا الساده المسؤولين طبعا ووزاره الداخليه طبعا ومديريه امن الاسكندريه طبعا والاسم التابع ليه طبعا الاستاذ اسلام طبعا بالتدخل طبعا لحل المشكله، لان ده موضوع بيهدد الحريه الخاصه طبعا المواطنين والافراد. شكرا استاذ اسلام. نرجع لموضوعنا استاذ محمود. اتفضل. فزي ما قلت لك يعني بالنسبه للدول اللي هي داعمه للارهاب ينظروا الى بلادهم الاول، شوف ربنا سبحانه وتعالى جعل في هذا الامراض وصلت لفين، ويشوفوا بالنسبه لمصر ام الدنيا احتبر بالنسبه للوضع اللي احنا فيه على العالم احتبر صفر. طبعا دي برضك بوصل يعني رساله للسيد الرئيس، لانه هذا الرجل هو بالنسبه لي انا خدت بالك وجه الخير طبعا لهذا البلد. طبعا. وتحيه برضك لوزيرة الصحه برضك على اللي هم فعلا يعني ادوا رساله قويه جدا. طبعا. واثبتوا للعالم ان هي دي مصر. طبعا. ومهما يعمل الارهاب مش هيعمل حاجه، برضه هنتصدى ليهم، برضه هيزيدنا قوه في اي وقت في التصدي ليهم. واذا كانوا في 10 شهداء اللي بيتولدوا العشرات. تمام. للدفاع على هذا الوطن. تمام. وانا اخو شهيد، يعني انا اخويا كان شهيد. تمام. خدت بالك؟ ويا رحمه الله. يا مرحب بيهم في اي وقت. تمام. اولادنا خدت بالك مستعدين لهذا، لنحر هذا العدو خدت بالك الكئيب. واتمنى. تمام. من الاجهزه. تمام. الامنيه ان تراجع بعض العقارات اللي هي بتؤجر حاليا دي. تمام. دي لازم يعني رساله من اخ، لانه لسه اصله مش معقول واحد يطلع يضرب لعشرة الا اذا كان في مكان. طبعا. والمكان ده اللي بيساعدهم واللي بيمولهم في مصر ده مساعد معاهم وخايل ليهم، بيساعد وبيعمل. طبعا. فده مفروض. وبرضك رساله للقوات المسلحه، انا عن نفسي كمحمود جاز سليم ارفض اي تسليم ارهابي علشان اجيبه للمحكمه ياكل ويشرب، لا ده نحر على طول هو ومن وراء. تمام. اتفضل. في معانا مداخله للحمدان، حمدان على حمدون، حمدون على حمد. فل يا استاذ اسعد. اسف يا باشا في الاسم. اسف. صباح الجمال يا حبيبي. صباح النور يا فندم. صباح القشطه. اسف لخطا في الاسم. طيبين. حمدون انت طيب. من سلاله ال حمد العريقه. اهلا وسهلا يا فندم، شرف لينا. ربنا يبارك في عمرك يا باشا، رئيس مجلس اداره جمعيه مناره اهل البيت. اهلا وسهلا يا فندم بيك. كل سنه وحضراتكم طيبين. وانت طيب. اولا بنعزي انفسنا وبنعزي الشعب المصري. نعم. في العمل الارهابي الخسيس اللي هو جاي في احتفالات العاشر من رمضان، ودي رساله من الارهاب الاسود ان هو عاوز يعمل سلوك غير طيب في احتفالات القوات المسلحه المصريه باعيادها، واحنا طبعا متصديين لهذا الفكر المتطرف ولا نقبل بمثل هذه الاعمال، خصوصا في تلك الايام المباركه اللي بتمر علينا ان شاء الله من خلال الشهر الكريم. وكل سنه وحضراتكم طيبين، ونحن مع القياده السياسيه والقياده العسكريه والقياده الامنيه في البلد، ومش هنسيب
البلد تتاخد مننا تاني، لان احنا الحمد لله رب العالمين بننعم بالامن والامان في ظل القياده الحكيمه لسياده الرئيس محمد عبد الفتاح السيسي. عامل ايه يا استاذ؟ معاك يا فندم. الحمد لله، اتفضل يا فندم. ومن ضمن ان شاء الله احنا عندنا مبادره ان شاء الله لجمعيه مناره ال البيت للخدمات والرعايه في ظل التكافل الاجتماعي، ان شاء الله بامر الله هيكون لنا دور ايجابي مع كل الفقراء وكل المحتاجين وكل المساكين، وبندعو الشعب كله للتكاتف، وده جزء من التكاتف ان شاء الله وجزء من التكافل الاجتماعي في ظل الظروف اللي بتمر بها العالم كله اجمع من فيروس كورونا. فاحنا ان شاء الله هنوصل خدماتنا لكل حته في مصر، وان شاء الله بندعو الناس انها تتكاتف معانا، وان شاء الله بامر الله يعود عليكم الايام بخير يا استاذ اسعد. الله يخليك. وتحياتي للبرنامج وتحياتي للاستاذ ايمن وتحيه شخصيه لكل العاملين بقناه الصحه والجمال. شكرا للاستاذ حمدون على حمد على المداخله الطيبه والجميله اللي عملها لنا، وعلى دور المؤسسات والجمعيات في المشاركه المجتمعيه لمؤسسات الدوله. ارجع تاني طبعا لضيفي طبعا الاستاذ محمود. التطورات اللي جاريه في فيروس كورونا، وشفنا الخبر اللي انا اتكلمت عنه من شويه ان الصحه طبعا حقنت طبعا وتتوصل لعلاج ومصر ومصل للمرض. يعني تنبؤاتك مثلا او ارائك للمرض ده، يعني ان شاء الله ربنا يعني يعفي عنه ويشيل عنه البلاء. افكارك طبعا بالنسبه للمرض بتاع فيروس كورونا في الاونه الاخيره ديت، وكيفيه الوقايه منه والتدابير اللي بتتخذها الدوله تجاه طبعا المواطنين. والله هو بالنسبه احنا نحمد ربنا عز وجل على النعمه اللي هو كرمنا بيها تمام كمصر. يعني بالنسبه للنسبه اللي في مصر ما تحسبش نسبه تمام، والنجاح يحسب للسيد الرئيس ولوزاره، خدت بالك، الصحه تمام. ده نجاح يعني بالنسبه لمصر. احنا دلوقتي يعني وصلنا في حوالي يعني 3000 يعني، ده لو على كويس بالنسبه لحالات العالم كويس. صفر صفر كويس. شوف الدول شوف الدول خد سبحان الله، فرنسا، اسبانيا، والدول اللي هي داعمه للارهاب ربنا عمل ايه؟ وصل تركيا، والدول وصل تركيا 140,000، وقطر خدت بالك، قطر دلوقتي شوف كام، لان دول اصلا ربنا سبحانه وتعالى دايما 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 البلد دي سبحان الله مذكوره في القران، دايما شعبها الطيب، دايما خدت بالك ان هي بتقف مسيحي ومسلم وكلنا بنبقى ايد واحده. فسبحان الله تعالى اللي جاي بالنسبه لمصر جاي افضل وجاي احسن، وان شاء الله خير اللي جاي باذن الله. في الحقيقه احب بس ان انا انوه يعني عن مبادره كان عاملها صندوق تحيا مصر من حوالي امس. المبادرة ديت عبارة عن توفير السلع والمنتجات الغذائية طبعا بأسعار مخفضة للمواطنين، وده كان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، وزارة الشباب والرياضة، وزارة التجارة والصناعة، في تحقيق طبعا التكافل الاجتماعي بين المواطنين. وديت من المبادرات يعني اللي احنا بنرى ان هي يعني بتدعم الدولة وبتدعم الفقراء، وشفنا مبادرات عديدة طبعا في الفترة الأخيرة في فيروس كورونا، موضوع العمالة الغير منتظمة، مبادرة كلنا معاك، مبادرة الداخلية. في الحياة الداخلية رغم ان هي يعني في الظروف اللي هي فيها وبتكافح الارهاب، لكن عاملة مبادرة ليها فترة جميلة اسمها مبادرة كلنا واحد، برضو لتوفير برضو السلع والخدمات عن طريق امان وعن طريق المنافذ بتاعة البيع. في نهاية طبعا حديثي أحب أن أنا أشكر ضيفي العزيز الأستاذ محمود جاد سليم، وفاصل ونواصل فقرة مواهب ومع الإعلامية والمتميزة ميرفت الحسيني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة مرة أخرى لاستكمال باقي فقرات برنامج هي دي مصر، ومع فقرة مواهب شعرية مع زميلتي في البرنامج الأستاذة ميرفت الحسيني. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة ميرفت. أهلا وسهلا بك أستاذ. وأهلا وسهلا بضيفك الكريم، وتفضلي قدمي ضيفك الكريم. أعزائي المشاهدين أهلا وسهلا بكم. فقرة مواهب، معنا الموهبة الدايمة معنا إن شاء الله، اخترناه دائم معنا في فقرة مواهب، الموهوب محمود حميدة هيكلمنا عن نفسه وعن الشعر وإزاي ابتدى وإيه أحلامه في الشعر. شكرا لحضرتك.
طبعا انا زي ما قلت لحضرتك بكتب من زمان، بحاول اطور من نفسي طبعا زي ما قلت لحضرتك، ومن طريقه كتابتي من طريقتي في الكتابه وكده، وان شاء الله يعني هشتغل ان شاء الله قريب على ان انا اعمل دون وكده. ابتديت امتى يا محمود؟ لا انا ابتديت من زمان يعني يمكن من ابتدائي، بس يعني يعتبر اول قصيده كتبتها قصيده كامله بجد كان في 2014. طيب كويس. انت دايما منورنا في فقره مواهب، عايزين نسمع اي حاجه منك. شكرا عبد. ماشي نسمع قصيده ما بعد الفراق ان شاء الله. ماشي اتفضل يا محمود. مش فاكر المشهد بالظبط يعني، جمعت بيننا مناسبه يمكن. المهم المره دي قالت لي كل مره بشوفك فيها بحس عينيك فيها حاجه، في كلام عايز تقوله ليا. احنا سيبنا بعض فجأة وهي فرصة جات نشرح لبعض كانت ايه ظروفنا وكان ايه سبب الفراق. انا كل اللي عايز اقوله ليكي ان شعر الحب بس وقصايد الوصف الجميلة هي اللي كنت كاتبها ليكي، اما اي شعر كتبته عن الفراق واللي سابه واللي باعه ما كانش ليكي. ولما قلت انت اللي معرفتيش تعشقي وانه ما كانش حب واني خلاص نسيتك في قصيدة دايرة العشاق، الكلام والقصيدة ما كانتش ليكي. بس ما كانش ينفع ان اقولك اني عرفت بنات كتير واني كتبت شعر لحد غيرك. ردت وانا سبتك عشان كذاب وعرفت بنات كتير، مش قلتلك مرفوع عني الحجاب. بس انتي غلطانة وظلماني، كل الكلام ده كان قبل حب ليكي، والشعر كله مكتوب في أجندة واحدة وانتي شفتي كل القصائد. وقلتلك ساعتها ان الكلام الحلو بس هو اللي كتبته ليكي. ولما سألتك سبتيني ليه قلتي غصب عني مش عارفة أحبك. جاية ليه دلوقتي تظلميني وتظلمي الشعر وتقولي البنات، ولا عشان حكيتلك بتبرئي نفسك بأسباب ملهاش أساس. اللي بتشوفيه في عيني عادي عشان بحبك وده من أثر الفراق. واللي تعبني أكتر هو حبي ليكي مش ألم السكوت. قول برافو 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 يا محمود. حلو كمل جميل شعرك. قول بس. واللي تعبني اكتر هو حب ليكي مش الم السكات. بس ان النهارده بقول لك اني خلاص نسيتك وانك بقيتي بالنسبه لي عادي زيك زي غيرك. استاذنك بس في نهايه الفقره سلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته، ومع حلقه جديده من حلقات برنامج هي دي مصر.